اهلا وسهلا بحضراتكم، لسه مكملين معاكم اول ايام تغطيه صباح الخير يا مصر من شرم الشيخ من فندق كونكورد السلام، واحنا بنتابع مع حضراتكم الاستعدادات الجاريه على قدم وساق لبدايه منتدى شباب العالم في دورته الرابعه. على مدار 4 ايام هيكون في عدد كبير من الفعاليات والجلسات النقاشية اللي هنشوف من خلالها التجارب الحية للشباب والأفكار اللي هيتم طرحها في عدد من الملفات. خلينا نتابع مع بعض أهم الموضوعات المطروحة على أجندة المنتدى في دورته الرابعة. على أرض الفيروز يجتمع نحو 2000 شاب وفتاة من مختلف دول العالم على مدار 4 أيام متواصلة، يستعرضون تجاربهم، يثرون معارفهم، ويثقلون خبراتهم من خلال منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. بعد توقف دام 2 فرضته ظروف جائحة فيروس كورونا، يعود المنتدى في نسخته الرابعة حاملاً معه تفاصيل جديدة وفعاليات تحدث لأول مرة، لكنها جميعاً تصب في خدمة أهداف المنتدى الرئيسية التي قام من أجلها. أجندة النسخة الرابعة للمنتدى تضم عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا والتي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع. ينطلق منتدى شباب العالم بالحفل الافتتاحي، تلي جلسة رئيسية عامة حول جائحة كورونا كإنذار للإنسانية وأمل جديد لها في الوقت ذاته. أجندة المنتدى على مدار اليومين التاليين تتضمن عقد عدة جلسات وورش عمل وفعاليات لمناقشة بعض القضايا الرئيسية التي تشمل سبل مواجهة التغيرات المناخية من غلاسكو إلى شرم الشيخ ومستقبل الرعاية الصحية والتداعيات السلوكية والنفسية في عالم ما بعد الجائحة، بالإضافة إلى استعراض التجارب التنموية في مواجهة الفقر. تطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى وتتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة واستدامة الأمن المائي والسلم والأمن العالمي وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع. المنتدى يركز أيضاً في جلساته ضمن النسخة الرابعة على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع وبناء عالم آمن وشامل للمرأة، عالم بلا خوف ومليء بالأمل والفرص. وقد ناقشت الورش التحضيرية التي سبقت انطلاق المنتدى تبني السياسات المائية الرشيدة ومواجهة التحديات البيئية وتنامي الدور العالمي للشركات الناشئة وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تعليم ما بعد الجائحة ومسارات التعافي ودور الشباب في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، فضلاً عن عقد ورشة عمل لمناقشة التجربة المصرية لتنمية الإنسان حياة كريمة. هذا بالإضافة إلى إجراء ورشة عمل لنموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان. ويجتمع رواد الأعمال الشباب والمستثمرون وأصحاب حاضنات الأعمال من الجنسيات المختلفة لتبادل الخبرات والتجارب في الورش التحضيرية. وأعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن مجموعة من المعايير لاختيار الشخصيات المؤثرة والشباب الواعد من جميع أنحاء العالم، والتي تتضمن اختيار القيادات الشابة ممن يتمتعون بالخبرات الشخصية والمهنية والتعليمية التي تتعلق بالموضوعات التي يناقشها المنتدى، وكذلك الشباب من أصحاب الطموح والشغف الحقيقي لحل المشكلات العالمية وابتكار المبادرات لغد أفضل. وتقدم إدارة منتدى شباب العالم مجموعة متنوعة من الخيارات التي تسمح للشباب بالمشاركة في الفعاليات كعضو فريق أو مشارك بنموذج المحاكاة أو مشارك بورشة عمل وغيرها الكثير اعتماداً على موضوع الحدث. وتخصص إدارة المنتدى فريقاً لفحص طلبات المشاركة، ويشمل ذلك مراجعة بعض المستندات مثل السيرة الذاتية أو أسباب الرغبة في الحضور أو الفيديوهات والأوراق البحثية التي يقدمها الراغبون في القيام بدور المتحدثين. وبالإضافة إلى ذلك
تحرص إدارة المنتدى على إتاحة الفرصة أمام الشباب من مختلف دول العالم بما يضمن التمثيل العادل ليشمل مختلف الجنسيات والتخصصات العلمية، فضلاً عن إعطاء الفرص المتساوية للشباب من الجنسين ودعوة الشباب من ذوي القدرات الخاصة وكذلك المتفوقين علمياً وأصحاب التجارب الإنسانية الملهمة.